نحن لا أمريكا ولا الصين ولا الدول اللي عندها باع طويل في هذا المجال أو كوادر كثيرة، أن دولة حجم الإمارات قادرة تأخذ قرار بشكل سريع وتثبت عمرها في مجال الذكاء الاصطناعي. نحن صرفنا بشكل كبير على تحديث قاعدة البيانات ونخليها قاعدة بيانات رقمية. هل وصلنا للهدف النهائي بعدنا؟ لا، لكن قطعنا شوط كبير.